يعني دلوقتي وانت حضرتك بتتكلم انا مبتسم ابتسامه عريضه عشان رجعتني لسنين كتير فاتت وانا بفرج على مباراه بتعليق اشرف شاكر، فانا بشوف دلوقتي تحليل فني للمباراه، بعرف الطريقه عامله ازاي، بعرف اللاعب بيعمل ايه. ده احنا مفتقدينه شويه دلوقتي، انه انا مع بعض المعلقين كلهم محترمين ورائعين وكل شيء، بس مفتقدين شويه حته انك تبقى فاهم فنيا في الكوره زي ما حضرتك كنت بتعمل. اشرف شاكر لما بيعلق على مباراه انا فاهمها قبل ما اروح الاستوديو تحليلي. الله يخليك، ما ده دي حاجه حلوه، لكن انا فعلا عايز بس اوصل للعيبه والمدربين، يعني بوصل لهم حاجه بنتعلم مع بعض كلنا، خبرتي اللي هم ال 10000 مباراه دول بديها لهم. انا نفسي ادي بقى الخطط اللعبه دي اديها لعيبه منتخب مصر بشكل او باخر، نفسي توصل لهم. يا ريت. لعيبه قدرات عاليه جدا، احنا كريم 30 سنه ما بنروحش كاس عالم. صحيح. ومهارات اعظم مهارات في العالم. واكثر لعيبه يستوعبوا خطط اللعب اللي عندي دي لعيبه منتخب مصر ولعيبه المنتخب السعودي. بمناسبه عندهم مهارات فكريه عاليه جدا. طيب بمناسبه انما اي مدرب بيجي اجنبي له هدف يقول لك انا تمثيل مشرف، انا اعديهم الدور الاول يبقى عملت انجاز، وصلتهم لكاس العالم عملت انجاز. فاحنا بندور كعرب في دايره واحده ذا سيم سيركل، كله عند ليميت معين تمثيل مشرف. لا لا، احنا عندنا امكانياتنا عاليه جدا، خطط اللعب اللي عندي والجمل التكتيكيه دي ملهاش اخر. صحيح. ملهاش اخر. صحيح. وهيستوعبوها بسرعه غير عاديه، لدرجه ان انا يا كريم انا درستها كناحيه علميه، اللي هو كنت عامل فيها دكتوراه في التاكتكس بتاع كره القدم، اللي هو العلاقه بين السيكولوجي والفيزيكا. لما العضله العقل بيدي اشاره للعضله اللي هتأدي المهاره، عايز اوصل بالتلقائيه، وان انا استخدم الاعصاب الحسيه الحركيه، ان انا اخزن العضله تخزن المهاره اللي هي في العقل اللي العقل اداها لها. لما العضله تخزن، طبعا كله بيسال دلوقتي يعني العضله بتخزن؟ اه بتخزن. العضله فعل غير المخ. لما ادي لك دليل، لما بتيجي تشيل حاجه تقيله بتشعر انها تقيله. صحيح. تيجي تشيل حاجه خفيفه بتشعر انها خفيفه. صحيح. فهنا العضله عايز اوصل لمرحله اللي اسمها ادابتيشن، ان العضله تخزن المهاره وبشكل تلقائي، زي مثلا عماد متعب في الماتش اللي بتاع الجزائر، كل العالمي اللي جابه بتنام. طبعا. مثلا في وسط 120,000 متفرج، عامل فيرست موبيلتي، سكند موبيلتي، ثيرد موبيلتي، فورث موبيلتي، في مساحه نص خطوه يارد او ياردتين. صحيح. وبعدين عمل الفيرز الكره الجميله اللي عملها له سيد معوض، وهو طبعا من احسن اللعيبه اللي بيعمل الشيبن. الكره دي بيبقى لها لحظه سكون في الهواء، طلع عمل ارتقاء وجايبها، ولا يفرق معاه 120,000 ولا، لان خلاص العضله مخزنه المهاره. صحيح. صحيح. طيب جت بعدها واحده البركات. بركات ما عندوش البيهيفير ده، بتاخد ومشدود. بركات لو داس عليها بس وضم لجوه بطن رجله جوه، خلاص ما رحناش ماتش السودان ده ورحنا كاس عالم. مظبوط. انما هو خلاص جواه البيهيفير بتاعه. ودي حاجه اتزرعت فينا، كابتن جوهر زرعها فينا مع الاسف من سنه 90. صح. اللي هو التمثيل المشرف. لا احنا امكانياتنا عاليه. طيب. تجيب اكتر من كده. على ذكر على ذكر بركات في الموقف ده، يعني رضا خلاص. صح. لا مش رضا، كل طبعا كل شيء الحمد لله وبامر الله، انما تخلص هنا ونريح الدنيا دي كلها. عندك كان فاضل 30 40 ثانيه تخلص بيهم جول. يعني دي لو جت لمجد متعب هيقف يرتكز، والوتد الشمال هتلاقيه مرتكز وثقه وبطن رجله جول وخلصنا. صح.